فضيلة الشيخ عطية صقر، وما الوسائل التي يثبت بها الرضاع؟ مبدئيا أقول لا شك أن الرضاع من موجبات التحريم في الزواج بنص القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، كما أنه يحتاط في الأبضاع ما لا يحتاط في غيرها. وإذا كان هناك خلاف في عدد الرضاعات المحرمة فإن الأحوط قبل الزواج أن يؤخذ بالقول الذي يحرم برضعة واحدة وإنجاز الزواج على أقوال أخرى، كما أن الأحوط بعد الزواج وبخاصة إذا كانت هناك ذرية أن تبقى الأسرة على وضعها بناء على القول الذي لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعات أو أكثر وإن وجب التفريق على أقوال أخرى. والملاحظ أن أمر الرضاع يطلع عليه النساء أكثر من الرجال، ولذلك قبل فيه بعض شهادة النساء دون حاجة معهن إلى الرجال فيثبت بشهادة أربع نسوة. كما يلاحظ أن بعض النساء التي لسن على الدرجة المطلوبة من خوف الله إذا رغبن في زواج رجل وامرأة ينكرن حدوث رضاع بينهما، وإذا لم يرغبن في هذا الزواج سواء أكان قبل إتمامه أو بعده يؤكدن أنه حدث بينهما رضاع، وهنا تكون المشكلة. بعد ذلك أقول تحدث العلماء عما يثبت به الرضاع فقالوا يثبت بالإقرار أو البينة، ويراد بالإقرار اعتراف الطرفين أو أحدهما، وهذا الإقرار قد يكون قبل الزواج أو بعده. فإذا أقر رجل بأن هذه المرأة أخته من الرضاع فإن صدقته في إقراره ثبتت الحرمة بينهما بهذا التصادق سواء أكان قبل الزواج أو بعد الزواج. وكذلك إذا أقرت المرأة وصدقها الرجل، وإذا أقر الرجل وكذبته المرأة ثبت التحريم أيضا ووجب التفريق بعد الزواج. هذا في الإقرار. أما في البينة فإذا كان هناك اتفاق بين العلماء على اعتبار البينة في ثبوت الرضاع فإن بينهم خلافا في قدر هذه البينة والعدد الذي يعتبر فيها، فمنهم من اكتفى بشهادة النساء وحدهن، وهؤلاء منهم من يكتفي بامرأة واحدة إذا كانت معروفة بالصدق والعدالة، ومنهم من يشترط العدد وهو امرأتان على الأقل، ومنهم من يشترط أربع نساء، ومنهم من لا يكتفي بشهادة النساء وحدهن، فالرضاعة لا تثبت عندهم إلا برجلين أو رجل وامرأتين. والجمهور على عدم الاكتفاء بشهادة واحدة على الرضاع، ومن هؤلاء من اكتفى بشهادة امرأتين هو الإمام مالك، ومنهم من اشترط أن يشهد رجلان أو امرأتان وهو أبو حنيفة، ومنهم من أجاز الشهادة من أربع نسوة وهو الشافعي. هذا هو ملخص الأقوال، والله أعلم.